أهلا بكم مشاهدينا، أنا لينا المجالي وهذه نشرة اليوم من قناة ومنصة المشهد، نصحبكم فيها مع مراسلينا في جولة على أخبار العالم، والبداية من العناوين. بذريعة التجسس، طهران تعدم إيرانيا يحمل الجنسية البريطانية، على وقع تنديد أممي، ولندن تفرض عقوبات على المدعي العام الإيراني. السلطات اللبنانية تطلق سراح الناشط اللبناني ويليام نون، ونائبة تكشف للمشهد أن بصمات حزب الله واضحة في القضية. بعد أخذ ورد استمر لسنوات، هل تتم صفقة بيع طائرات F-16 لتركيا؟ إدارة بايدن تراسل الكونغرس ووزير الخارجية التركي في واشنطن الأسبوع المقبل. بريطانيا تسرع المساعدات العسكرية لأوكرانيا، وسوناك يؤكد لزيلنسكي موافقته على إرسال دبابات تشالنجر 2 وأنظمة مدفعية. وفي نشرتنا أيضا، لماذا انسحبت الولايات المتحدة من أفغانستان وكيف؟ الجمهوريون يحققون بشأن الانسحاب الأمريكي من كابول، ويوجهون اتهامات للخارجية بحجب المعلومات بشكل فاضح. الصين تعلن وفاة 60,000 شخص في كورونا خلال شهر، لكنها تطمئن بتراجع في دخول المستشفيات بالآونة الأخيرة. وفي نشرتنا، المشهد السياحي في الجزائر يطلعنا عليه مراسلنا من هناك، خصوصا بعد تقرير لنيويورك تايمز الذي اعتبر بأن الجزائر ضمن أفضل الوجهات السياحية عالميا وفي الطلعة عربيا. بولسونارو على لوائح التحقيق بأعمال الشغب، هذا ما أمرت به المحكمة العليا في البرازيل. وبعد كل الضجة التي أثارتها مذكراته، الأمير هاري يقول إنه حذف 400 صفحة من المعلومات المحرجة حتى لا يغضب والده وشقيقه. أعلن القضاء الإيراني إعدام المواطن البريطاني الإيراني علي رضا أكبري الذي كان يعمل سابقا في وزارة الدفاع الإيرانية، ووجه طهران إلى أكبري تهمة الإفساد في الأرض والمس بالأمن الداخلي والخارجي للبلاد عبر نقل معلومات استخبارية إلى المملكة المتحدة، فيما ذكر الإعلام الرسمي الإيراني أن أكبري لعب دورا في اغتيال أكبر عالم نووي في إيران محسن فخري زاده. هذا وفرضت الخارجية البريطانية عقوبات جديدة على المدعي العام الإيراني على خلفية إعدام المواطن البريطاني الإيراني علي رضا أكبري بتهمة التجسس لصالح بريطانيا. واعتبر رئيس الوزراء البريطاني ريتشي سوناك في تغريدة له على تويتر، اعتبر إعدام أكبري عملا جبانا وقاسيا. في المقابل، استدعت الخارجية الإيرانية السفير البريطاني في طهران سايمون شاركليف، وقالت في بيان رسمي إن التدخلات التي وصفتها بغير المتعارف عليها للمملكة المتحدة في مجال الأمن القومي للجمهورية الإيرانية غير مقبولة على حد تعبيرها. وتنضم إلينا من لندن مراسلتنا براءة العزاوي لتحدثنا أكثر حول هذا الموضوع. براءة، أهلا بك. يعني مواقف بريطانية مستنكرة لما حصل مع أكبري، وأيضا تتعهد بأن ذلك لن يمر مرار الكرام، ماذا الرد المتوقع والتحركات المتوقعة من بريطانيا الآن؟ إذن بالفعل لينا، التنديد سيد الموقف من قبل الحكومة البريطانية. رئيس الحكومة البريطانية قال كما قلت سابقا هو عمل جبان وقاسي من قبل منظمة وصفها بالبربرية والهمجية تمارس هذه الأعمال بحق شعبها. الردود جاءت متوالية، حيث كما وعد ريشي سوناك رئيس الوزراء أن هذا الأمر لن يمر دون عقاب. أيضا قال وزير الخارجية جيمس كلير
كليفرلي بأن هذا الأمر لن يمر دون رد، وكما قال فعلا بعد ساعات من إعلان الإعدام بحق علي رضا أكبري، تم استدعاء القائم بالأعمال الإيرانية في لندن لتوضيح ما وصفته الحكومة بالأمر المشمئز الذي اشمئزت منه الحكومة. أيضا تم فرض عقوبات على المدعي العام الإيراني محمد منتظر جعفري. هناك أيضا تداعيات أخرى لينا لربما قد تحدث حيث طيب براء، أريد أن أسألك هنا أيضا حول الاتهامات الإيرانية التي وجهتها لأكبري بأنه أحد عملاء المخابرات البريطانية، ولذلك اتخذت معه هذا الإجراء. ما الرد أيضا يعني أو الموقف البريطاني حول ذلك؟ تتضارب الآراء بالنسبة للسلطات الإيرانية، فقد استطاعت أن تقدم مقاطع فيديو لعلي رضا أكبري قبل إعدامه، وهو يعترف بأنه كان جاسوس متعاون مع المخابرات البريطانية. لكن بالنسبة للسيناريو البريطاني، فهو يقدم من خلال الإعلام ووسائل الإعلام البريطانية أنه تم تسريب مقطع صوتي لعلي رضا أكبري، وهو يقول بأنه تعرض للتعذيب ولل الإجبار القسري لكي يقول هذا الاعتراف، وأنه تعرض لآلاف الساعات من التعذيب لكي يقوم بخلق هذه القصة. ولكن بالنسبة لإيران، هو جاسوس فائق، لربما كما قالت قدمت له الحكومة البريطانية قرابة 2 مليون يورو لأنه قدم معلومات سرية تمس الأمن القومي الإيراني. شكرا لك براء العزاوي مراسلتنا من لندن. إلى لبنان، حيث أطلقت السلطات سراح ويليام نون شقيق أحد ضحايا انفجار مرفأ بيروت. كان أهالي ضحايا قد اعتصموا في العاصمة اللبنانية احتجاجا على توقيف الجهاز الأمني لنون، في خطوة أثارت نقمة واسعة، خصوصا أن تحقيق في ملف انفجار مرفأ بيروت معلق منذ أكثر من عام. كان قد طالب عدد من النواب بالإفراج الفوري عن نشط معتبرين توقيفه يعكس صورة عن لا دولة ولا عدالة على حد تعبيرهم. هذا وكانت النائبة اللبنانية بولا يعقوبيان قد أكدت في تصريحات لقناة المشهد أن بصمات حزب الله واضحة في هذه القضية. هي من أعلى الأصوات المطالبة بالعدالة لأخيه ولكل ضحايا تفجير مرفأ بيروت، ولذلك يعني تحاول السلطة عبر استخدام بعض القضاة التابعين سياسياً لهذه السلطة الماكيافيلية المافياوية، تحاول إخضاع هؤلاء، إسكاتهم. حزب الله ذهب إلى العدلية، إلى قصر العدل، هدد القاضي وقال أنه سيقبعه، والسلطة السياسية قبعت القاضي عملياً، فيده مكفوفة منذ أكثر من سنة، التحقيق متوقف. يستخدمون اليوم أهالي الضحايا، يضعونهم في وجه أهالي الموقوفين في قضية المرفأ، مثل العادة أيضاً، هذا ليس جديداً، مرة جديدة التهمة الحاكمة تضع الناس في وجه بعضهم. رأينا ذلك في عدد من الملفات، وهم يقومون بذلك الآن أيضاً في ملف المرفأ. أعلن رئيس الوزراء البريطاني ريتشي سوناك اعتزام بلاده إرسال دبابات ثقيلة من طراز تشالنجر 2 لأوكرانيا لمساعدة قواتها في دفع القوات الروسية إلى التراجع بحسب تعبيره. وقال سوناك في اتصال هاتفي مع الرئيس الأوكراني فولاديمير زيلينسكي إن تقديم هذه الأسلحة دليل على نية المملكة المتحدة تكثيف الدعم لأوكرانيا.
سوليدار الأوكرانية تتضارب التصريحات بشأن السيطرة عليها من عدمها. وزارة الدفاع الروسية أعلنت خبر الاستيلاء على المدينة التي تشتهر بمناجم الملح، وإذا صح ذلك فهذا يعني تحقيق أول مكسب لموسكو منذ 6 أشهر، في حين نفت كييف المزاعم الروسية حول السيطرة على المدينة الواقعة في الشرق الأوكراني. عملية الدفاع عن باخموت وسوليدير مستمرة، وسنوفر كل ما يلزم لدعم صمودها. قوات العدو تكبدت خسائر كبيرة. القوات التي تدافع عن هاتين المدينتين ستزود بالذخيرة وكل ما تحتاجه في الوقت المناسب دون أي تأخير. وبالتوازي مع ما يجري على الأرض ميدانيا، أعادت الخارجية الروسية طرح شروطها لإطلاق أي عملية مفاوضات مع الجانب الأوكراني، داعية أوكرانيا والعالم إلى التعامل مع الحقائق الجديدة على الأرض. أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن زيادة عدد فرقها في المواقع النووية الأوكرانية في الأيام المقبلة، على أن تزيد عددهم ب3 مرات مستقبلا. أكدت الوكالة أن فرقها ستظل منتشرة بصورة دائمة في مجمل محطات أوكرانيا، وأن 12 خبيرا سيكونون حاضرين لمراقبة الوضع والكشف على التجهيزات وتقديم المساعدة الفنية. يتوجه المدير العام للوكالة رافائيل غروسي الأسبوع المقبل إلى أوكرانيا لإطلاق خطة العمل الجديدة. أخبارنا ما زالت متواصلة في نشرة اليوم، وفيها أيضا التقارب التركي السوري يهدد القادة المعارضين المتحالفين مع أنقرة. أفادت مصادر مطلعة لوكالة رويترز أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أخطرت الكونغرس بأنها تعد لصفقة محتملة لبيع طائرات مقاتلة من طراز F-16 لتركيا، لتبدأ عملية تسمى المراجعة المتدرجة المتمثلة في إبلاغ اللجان العليا التي تشرف على مبيعات الأسلحة في مجلسي الشيوخ والنواب، بنيتها المضي قدما في الصفقة المقترحة. وينضم إلينا من واشنطن مراسلنا كريم يسري. إذن كريم أهلا بك. إذن أعضاء من الكونغرس ربما يعارضون هذه الصفقة، لكن ما هي الشروط التي وضعتها إدارة بايدن للموافقة عليها؟ نعم لينا، دعينا بداية نرصد يعني الخطة التي وضعتها إدارة بايدن بالنسبة لتلك الصفقة التي تعتبرها مثلثا من الصفقات أضعه تركيا من جانب واليونان من جانب آخر والسويد وفنلندا في الجانب الثالث. نتحدث عن أن يعني لموافقة إدارة بايدن على منح 40 أو بيع 40 طائرة F-16 لتركيا، اشترطت الإدارة الأمريكية موافقة الجانب التركي على انضمام السويد وفنلندا لحلف شمال الأطلسي الناتو، حيث ينص ميثاق الحلف على موافقة جميع الأعضاء على انضمام دولة جديدة. من جانب آخر نجد بأن هناك صفقة لبيع طائرات F-35 الأكثر تطورا في سلاح الجو الأمريكي للجانب اليوناني، حتى توافق اليونان على صفقة طائرات F-16 للجانب التركي، لأننا نعلم بأن هناك صراع
كبير بين الجانب التركي والجانب اليوناني في شرق البحر المتوسط. هذا بالنسبة لجانب الإدارة الأمريكية التي حتى الآن سربت بعض الأخبار فيما يتعلق بمخاطباتها لأعضاء الكونغرس الأمريكي لضمان موافقتهم على تلك الصفقة من بيع الأسلحة أو بيع الطائرات الأمريكية. هنا نتحدث كريم يعني عن ضمانات الكونغرس الأمريكي للموافقة على هذه الصفقة. يعني بالتأكيد ردود فعل الكونغرس الأمريكي ليست كثيرة، لكن روبرت منينديز وهو يعني رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي صرح بأنه لن يوافق على تلك الصفقة، لأن تركيا وتحديدا الرئيس التركي أردوغان يعني يساهم في تقويض القانون الدولي وأيضا يهدد السلم والأمن للدول الحلفاء بالنسبة للولايات المتحدة في الجوار التركي، وبالتالي لن يوافق على تلك الصفقة. ويذكر أيضا لينا بأن الولايات المتحدة كانت قد رفضت صفقة طائرات F-35 للجانب التركي بسبب شراء الجانب التركي لمنظومة صواريخ S-400 من الجانب الروسي. طيب كريم، يعني سؤال آخر يتعلق بزيارة جاويش أوغلو إلى واشنطن الأربعاء المقبل، ما الذي تتوقعه الإدارة الأمريكية من هذه الزيارة باختصار؟ أوغلو سيناقش مع نظيره الأمريكي بلينكن سبل يعني الموافقة على صفقة الطائرات الأمريكية F-16 للجانب التركي، أيضا سيناقش انضمام السويد وفنلندا لحلف شمال الأطلسي الناتو، وأيضا بالتأكيد سيتم مناقشة التقارب التركي السوري في الأونة الأخيرة مع الجانب الأمريكي. ويعني بعض التسريبات خرجت لنا عن أن الإدارة الأمريكية سترسل خطابا رسميا للكونغرس الأمريكي للموافقة على تلك الصفقة، ولدى الكونغرس نحو 30 يوما للموافقة على تلك الصفقة بغرفتي النواب والشيوخ، بالتأكيد قد تمرر في مجلس الشيوخ بسبب أغلبية ديمقراطية رغم معارضة حقا عدد من الأعضاء الديمقراطيين، ولكن لن تمرر في مجلس النواب بسبب سيطرة الجمهورية على مجلس النواب. شكرا لك كريم يسري مراسلنا، كنت معنا من واشنطن. يأتي إخطار الكونغرس في الوقت الذي يستعد فيه وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو لزيارة واشنطن يوم الأربعاء المقبل بهدف إجراء محادثات ثنائية وسط مجموعة من المشكلات بين العضوين في حلف شمال الأطلسي، تمتد من الخلاف السياسي تجاه الأزمة في سوريا إلى شراء أنقرة أسلحة روسية. وللمزيد ينضم إلينا من إسطنبول مراسلنا ربيع الصعوب. ربيع أهلا بك معنا. إذن استكمالا لما كنا نتحدث معه مع مراسلنا من واشنطن، ما هو موقف التركي من هذه الشروط الأمريكية التي وضعتها هي للصفقة؟ نعم، تركيا طبعا ترفض بشكل قاطع هذه الشروط، حيث تقول إن الولايات المتحدة تدعم بسخاء أعداء تركيا مثل وحدات حماية الشعب الكردية، ودول تستعديها وتستعدي تركيا مثل اليونان في المقابل تفرض شروط على تسليح تركيا الحليفة في حلف الناتو والتي تعد جبهتها الجنوبية من هذا الحلف. تركيا والمسؤولين الأتراك يستهجنون هذا الموقف الأمريكي ويصفونه بالإزدواجية أمام تركيا، وتقول تركيا أن هناك لوبي داخل الكونغرس الأمريكي وفي الإدارة الأمريكية يستعدي تركيا مهما كان موقفه، وهذا يخالف جو الحلفاء في حلف الناتو. لذلك ترى تركيا أن هذه الاشتراطات غير مبررة، وهي تريد إتمام هذه الصفقة وتعتبر أن من حقها إتمام هذه الصفقة حتى تحمي حدودها الجنوبية. هي أتمت صفقة S-400 مع روسيا وتريد تعزيز قطاع الطيران لديها لحماية حدودها الجنوبية من التنظيمات الإرهابية التي تقول إن الولايات المتحدة تدعمها بسخاء وبدون شروط في مقابل فرض شروط على أنقرة في هذا الموضوع، وهو ما يزعج المسؤولين الأتراك بشدة ويزيد. وهنا ربيع يعني أيضا أريد أن أسألك عن الضمانات التي تتحدث عنها ويتحدث عنها الكونغرس، أيضا الموقف التركي منها بما أنه هو يعني معارض منذ مدة منذ أن طرحت هذه الصفقة.
الموقف التركي رافض قطعيا لهذه الضمانات ويعتبرها ازدواجية في النظرة إلى تركيا. مثلا يمكن القول أن اليونان الآن تمتلك منظومة الدفاع الجوي الروسية S-300 والآن ستزودها الإدارة الأمريكية بطائرات F-35، وهذا الموقف معاكس بالنسبة لتركيا التي تملك منظومة دفاع روسية ولكنها تحرم من F-35. هذا هو الموقف التركي الذي يعتبر أن واشنطن تستعدي تركيا على كافة الجبهات بدون أي مبرر. لذا تزداد حدة التصريحات هنا في تركيا تجاه المسؤولين الأمريكيين وتجاه الإدارة الأمريكية، وأبرزها مثلا تصريح وزير الداخلية لحظة انفجار تكسيم الذي حصل قبل عدة أشهر، عندما قال إن تركيا لن تقبل تعازي الولايات المتحدة التي اتهمها بدعم الإرهاب والإرهابية التي تسللت إلى داخل تركيا وفجرت في ميدان تكسيم، ما أسفر عن مقتل 6 مواطنين وجرح العشرات. طيب. إذن هناك انزعاج حقيقي تركي من هذا الموضوع. طيب ربيع، يعني أريد أن أتحدث عن موضوع زيارة جويش أغلو إلى واشنطن الأربعاء المقبل، يعني في ظل هذه العلاقات أو يعني المشكلات العالقة بين تركيا وواشنطن أو الولايات المتحدة، الهدف من هذه الزيارة، ما الرسالة التي يحملها جويش أغلو إلى أمريكا هذه المرة وباختصار؟ هناك تسريبات صحفية تتحدث أن تشاوش أغلو سيتم صفقة F-16 لتعزيز الطيران التركي، وأيضا سيبحث تشاوش أغلو ملف دعم الجماعات المصنفة في تركيا إرهابية مثل وحدات حماية الشعب الكردية وأيضا حزب العمال الكردستاني في شمال العراق. أيضا سيبحث تشاوش أغلو ملف تسليم فتح الله جولان الذي تتهمه تركيا بالمسؤولية، وهو المطلوب الأول في تركيا بالمسؤولية عن الانقلاب أو محاولة الانقلاب التي جرت في عام 2016. أيضا سيتم بحث ملفات إقليمية مثل التقارب مع سوريا وأيضا التقارب التركي الروسي في الفترة الأخيرة. لذا هذه الزيارة تعول عليها تركيا في إزالة العقبات بينها وبين الإدارة الأمريكية في كثير من الملفات، ولكن هناك اعتقاد كما قلت أن هناك استعداء لتركيا مهما كان موقفها واستهدافها واستهداف لأمنها القومي عبر جماعات تدعمها الولايات المتحدة، وهو ما يزعج المسؤولين الأتراك من الرئيس التركي حتى وزير الخارجية ووزير الدفاع ووزير الداخلية، إضافة إلى مسؤولين آخرين على كافة الجبهات منزعجين من موقف الإدارة الأمريكية. وبالمناسبة تركيا تتهم واتهمت الإدارة الأمريكية بدعم محاولة الانقلاب عبر إخفاء فتح الله جولان. سنبقى على طبعاً اطلاع حول هذا الموضوع ربيع الصعود. شكراً لك على كل هذه المعلومات، مراسلنا كنت معنا من إسطنبول. بدأ نواب جمهوريون تحقيقا برلمانيا في انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان العام الماضي، موجهين اتهامات لوزارة الخارجية الأمريكية بحجب المعلومات بشكل فاضح بحسب تعبيرهم. رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب مايكل ماكاويل قال إن الخارجية الأمريكية رفضت تقديم المذكرات الاستخبارية مع حركة طالبان. أكد وزير الخارجية السوري فيصل المقداد أن الاجتماع بين الرئيس بشار الأسد والقيادة التركية تعتمد على إزالة أسباب النزاع. قبل ذلك أكد الرئيس السوري بشار الأسد أن المحادثات مع تركيا يجب أن تبنى على أساس هدفين هما إنهاء احتلال الأراضي السورية ووقف الدعم لما وصفه بالإرهاب، في إشارة إلى دعم أنقرة في شمال سوريا لمعارضين سوريين. أعرب وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان عن ترحيب بلاده بالحوار بين أنقرة ودمشق، توقع أن يكون لذلك انعكاس إيجابي على مصالح البلدين. وجاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقده الوزير الإيراني مع نظيره اللبناني عبد الله بن حبيب في بيروت.
شهدت التظاهرات المستمرة منذ أسابيع في المناطق الخاضعة للنفوذ التركي في شمال غرب سوريا شهدت تطوراً تمثل بالاستهداف المباشر لقادة معارضين متحالفين مع تركيا بحجة تقاربهم مع موقف حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان بخصوص التطبيع مع نظام الرئيس بشار الأسد. ومستمرون معكم في هذه النشرة وفيها أيضا صحراء تصلي في الجزائر عجوبة تثير اهتمام السياح. في مؤتمر صحفي مشترك جمع بين المستشار الألماني أولاف شولتس ورئيس الوزراء العراقي محمد شيع السوداني في العاصمة الألمانية برلين، أكد خلاله المستشار الألماني على إمكانية استيراد الغاز الطبيعي من الدولة الغنية بالنفط في مسعى لتنويع مصادر الطاقة لألمانيا بعد تراجع واردات الوقود الأحفوري الروسي. تتضمن خارطة طريق أو خطة عمل مشتركة بين العراق وألمانيا تتضمن مذكرات تفاهم سوف تنفذ فورا. أيضا في مذكرة التفاهم بين وزارة الكهرباء وشركة سيمنز أنها ستتضمن عقد طويل الأمد لأعمال التأهيل والصيانة. سنعرض في هذه الزيارة فرص مهمة في مجال استثمار الغاز المصاحب والغاز الطبيعي على الشركات الألمانية، وكذلك سنعرض فرص مهمة في مجال قطاع البتروكيماويات. في ألمانيا شركات على مستوى عالمي في هذا القطاع، وسيكون هناك لقاءات تخصصية بين وزير الصناعة والمستشارين مع الشركات. تمر اليوم الذكرى 12 على الثورة التي أطاحت بنظام زين العابدين بن علي في 14 من يناير عام 2011. شهدت البلاد تحولات مهمة في مسيرتها الديمقراطية في ظل انتخابات حرة رغم محاولات عديدة لتعطيلها من جهة معارضة. يثير مثول 4 مشاهير يمنيين أمام محكمة حوثية متخصصة في قضايا الإرهاب في صنعاء التخوفات من إصدار حكم بإعدامهم، وذلك بعد اتهامهم بتحريض الناس على الفوضى عبر منصات التواصل الاجتماعي بحسب وسائل إعلام يمنية. وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني وصف الخطوة الحوثية بأنها محاكاة للنظام القمعي في إيران إزاء معارضيه. ونذكركم الآن بأبرز عناوين نشرة اليوم. بذريعة التجسس طهران تعدم إيرانيا يحمل جنسية البريطانية على وقع تنديد أممي، ولندن تفرض عقوبات على المدعي العام الإيراني. السلطات اللبنانية تطلق سراح الناشط اللبناني ويليام نون، ونائبة تكشف للمشهد أن بصمات حزب الله واضحة في القضية. هل تتم صفقة بيع طائرات F-16 لتركيا؟ إدارة بايدن تراسل الكونغرس ووزير الخارجية التركي في واشنطن الأسبوع المقبل. بريطانيا تسرع المساعدات العسكرية لأوكرانيا، وسوناك يؤكد لزيلنسكي موافقته على إرسال دبابات تشالنجر 2 وأنظمة مدفعية. وفي نشرتنا أيضا ملف الانسحاب الأمريكي من أفغانستان. الجمهوريون يحققون بشأن الانسحاب الأمريكي من كابول ويواجهون اتهامات للخارجية بحجب المعلومات بشكل فاضح. الصين تعلن وفاة 60,000 شخص بكورونا خلال الشهر، لكنها تطمئن بتراجع في دخول المستشفيات في الآونة الأخيرة. وفي نشرتنا أيضا المشهد السياحي في الجزائر يطلعنا عليه مراسلنا من هناك، خصوصا بعد تقرير نيويورك تايمز الذي اعتبر بأن الجزائر ضمن أفضل الوجهات السياحية عالميا وفي الطليعة عربيا. المحكمة العليا في البرازيل تضع بولسونارو على لوائح التحقيق في أعمال الشغب.
بعد كل الضجة التي أثارتها مذكراته الأمير هاري، يقول إنه حذف 400 صفحة من المعلومات المحرجة حتى لا يغضب والده وشقيقه. أحيت الكنائس الكاثوليكية في الأردن يوم الحج المسيحي إلى موقع المغطس شمالي البحر الميت بعد توقف عن أداء هذه الطقوس لأكثر من عامين بسبب الجائحة. عادت رشا للحج برفقة عائلتها في المغطس شمالي البحر الميت بعد انقطاع دام لعامين بسبب قيود فرضها فيروس كورونا وطالت شتى مناحي الحياة. كورونا منعتنا إنه نيجي هون عشان المرض وممنوع التقارب والأشياء هاي والأعداد الكبيرة ممنوع، فإحنا إلنا فترة ما إجينا هون، فكثير مبسوطين إنه جايين هون وجايين نشوف نهر الأردن ونحتفل. آلاف المسيحيين الكاثوليك توافدوا في ثاني جمعة العام الحالي من مختلف أنحاء العالم لزيارة وجهة يعتقد أن السيد المسيح عمد فيها بنهر الأردن. جينا على نهر الأردن ونطلب الأمن والاستقرار في بلدنا ووطننا الحبيب. بنحب إنه يتطور هون المكان ويصير أفضل والكل بيجي عنا هون من جميع أنحاء العالم ليحضروا هاي المناسبة. قداس احتفالي ترأسه بطريرك القدس للاتين بيير باتيستا بيتسابالا بمشاركة أساقفة من أوروبا وأمريكا الشمالية شهد دعوات بالأمن والسلام والعدالة للعالم كله في الحج 23 منذ اعتماد المغطس كموقع للحج المسيحي ضمن 5 مواقع أردنية. الجمعة الثانية تم تحديدها منذ عام 2000 أن تكون يوم الحج المسيحي الكاثوليكي، والجمعة المقبلة إن شاء الله لإخوتنا الروم الأرثوذكس. ويؤكد حجيج على دفع عملية تطوير الأراضي المجاورة للمغطس دعماً لجودة خدمات السياحة الدينية ورفعاً لمستويات النمو الاقتصادي في البلاد. أكثر من 6000 حاج مسيحي قصدوا واحداً من أكثر الأماكن قداسة بالنسبة لهم هنا في المغطس، حيث المشاركة في القداس وتجديد المعمودية بعد عامين من محددات قاسية فرضتها جائحة كورونا وأسابيع من الإعلان رسمياً عن مشروع تطوير الأراضي المجاورة للمغطس. عرار شلول، المشهد، المغطس. حلت الجزائر ضمن أحسن أو أفضل 52 وجهة سياحية في العالم في القائمة التي أعدتها صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية حول أفضل الوجهات السياحية العالمية. احتلت صحراء تصيلي الجزائرية ذات المنظر أو المناظر الطبيعية الخلابة والكهوف في المرتبة الثالثة أفريقيا والأولى عربيا في القائمة الدولية. وحول هذا الموضوع ينضم إلينا من الجزائر مراسلنا محمد جرادة. محمد، أهلا بك. إذن ما الذي يميز أو أبرز ما يميز الجزائر، وتحديدا نتحدث هنا عن صحراء تصيلي، أذكر قلت لي تصيلي ناجر، ما يميز هذه المنطقة وهل هنالك أيضا مناطق أخرى يتميز بها أو تتميز بها الجزائر؟ طبعا لينا نطقتيها صح، تصيلي ناجر. تصيلي ناجر على بعد 2400 كيلومتر من العاصمة الجزائرية. ما يميز هذه المنطقة بولاية جانيت أنها أولا صنفت من قبل يونسكو كالعام 82 كتراث عالمي، هي هضبة كبيرة وضخمة أو ما تسمى بالحضيرة الثقافية لتصيلي ناجر، تضم كهوف وكثبان صخرية لك أن تتصوري على امتداد 90 كيلومتر مربع، وأيضا مدينة سيفار المشهورة مدينة من الكهوف والنقوش الصخرية التي تعود إلى 15,000 سنة قبل التاريخ قبل الميلاد. فمنطقة جميلة جدا ورائعة إضافة إلى واحات موجودة بها. إذن هذه المنطقة منطقة من نقطة استقطاب مهمة جدا بالنسبة للجزائريين وللسياح الأجانب، هي منطقة تجمع بين محمد، ولكن يعني لنستغل
الوقت أريد أن أسألك أيضا عن يعني ما الذي تحضر له الجزائر بعد هذه المراتب أو المرتبات التي وصلت فيها يعني الجزائر في الجانب السياحي؟ هل من إجراءات ستقوم بها على الجانب السياحي لجلب السياح وخصوصا الآن في هذه الفترة ونحن على يعني أبواب الشتاء؟ طبعا من بين الإجراءات التي قامت بها وزارة السياحة الجزائرية، إجراء الأول وهو تسهيل تأشيرة التسوية، بمعنى أن السياح الأجانب ينتقلون مباشرة عبر الوكالات ويجدون تأشيرتهم هناك في منطقة الاستقطاب السياحي. أيضا فتح خطوط جوية مباشرة بين أوروبا وجانت، بدل المرور عبر العاصمة الجزائرية والتنقل إلى جانت، قلت المسافة بنحو 2400 كيلومتر عن العاصمة. إذا خطوط جوية مباشرة لاستقطاب السوق الأوروبية والسياح الأوروبيين إلى منطقة جانت، وأيضا تسهيل إجراءات التأشيرات من خلال تأشيرة التسوية ليجد السائح التأشيرة في مكان فور وصوله عبر المعابر الحدودية والبرية. كل هذه الإجراءات لتسهيل قدوم واستقطاب السياح، مع تذكير أن هناك توقعات بزيارة نحو 10 ملايين سائح بحدود 2030، وهي التوقعات التي رافقت هذه الإجراءات بالنظر إلى الموقع التي وصلت إليها السياحة بالصحراء الجزائرية. شكرا لك محمد جراد مراسلنا من الجزائر. تابعونا أيضا في نشرة اليوم بعد فاصل قصير. كاليفورنيا في عين العاصفة، الولاية مهددة بفيضانات كارثية. فتحت المحكمة العليا البرازيلية تحقيقا مع الرئيس السابق جاير بولسونارو حول هجوم أنصاره على مقر السلطة في 8 يناير الجاري. التحقيق الذي جاء استجابة لدعوة النيابة العامة البرازيلية سيواجهه أيضا وزير العدل السابق حال عودته من الولايات المتحدة لوجود مرسوم في منزله متعلق بالسعي إلى إلغاء نتيجة الانتخابات. نفى محامو بولسونارو وجود صلة له بتلك الأعمال ونسبوها إلى مندسين. قالت وكالة فرونتكس التابعة للاتحاد الأوروبي إن عدد محاولات المهاجرين لدخول الاتحاد دون تصريح في العام الماضي بلغ 330 ألف محاولة، وأن نصف محاولات الهجرة تمت برا عبر منطقة غرب البلقان. شكل السوريون والأفغان والتونسيون 47% من محاولات العبور، فيما بلغت نسبة الرجال 80% من إجمالي المهاجرين. أظهرت بيانات المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن متحور أوميكرون الجديد XBB أصاب 43% من حالات كوفيد-19 في الولايات المتحدة الأسبوع المنتهي. والمتحور المعروف بسرعة انتشاره يتكون من خليط متحورين اثنين آخرين من متحورات أوميكرون. أعلنت السلطات الصحية في الصين تسجيل 60,000 وفاة تقريبا بكورونا خلال شهر واحد، وهي أول حصيلة كبيرة للوفيات تتحدث عنها الحكومة منذ رفع التدابير الصحية فجأة مطلع ديسمبر الماضي. في الوقت ذاته طمأنت بكين أن هناك تراجعا في الدخول إلى المستشفيات في الآونة الأخيرة. حذر خبراء الأرصاد الجوية من وقوع فيضانات كارثية نهاية الأسبوع الجاري في وسط ولاية كاليفورنيا الأمريكية. تشهد الولاية الأكثر اكتظاظا بالسكان في الولايات المتحدة منذ 3 أسابيع تشهد هطول أمطار وعواصف أودت بحياة 19 شخصا بحسب السلطات.
يقال إن الموسيقى لغة عالمية تجمع البشر على اختلاف ألوانهم، هذا ما يؤكده موسيقي سوري لجأ من بلده إلى تركيا، أسس فرقة موسيقية جميع أفرادها من المهاجرين، اجتمعوا ليغنوا للسلام ونبذ العنف. تتوحد اللغات هنا في فرقة واحدة، كورال للمهاجرين جمع الكثير من الاختلافات على مسرح واحد، من بلدان مختلفة ومن أعمار مختلفة ومن بيئات متناقضة، أطفال ومراهقون في فرقة واحدة أسسها الأستاذ أدهم وهو مهاجر مثل طلابه، قدم إلى تركيا بحثا عن الأمن ولا زال يدعو للسلام. يقول إنه يجمع طلابا من مدارس مختلفة ويسعى لتأسيس فرقة موسيقية عالمية. هدفي من هذا الكورال اني اجمع يعني اكبر عدد ممكن من الجنسيات المختلفه مثل ما قلت لحضرتك، ونشتغل على شيء يونيفرسال عالمي يعني. تمام، ممكن مثلا تلاقينا بمسارح العالم، نقعد نلف مسارح العالم حاملين رساله معينه، عم نغني بلغات مختلفه باحاسيس واحده. من ليبيا، اليمن، نيجيريا، روسيا وسوريا، بعض من جنسيات الراغبين بالالتحاق بكورال الأستاذ أدهم. التدريبات تستمر بشكل شبه يومي حتى صقل مستوى الكورال. يردد الطلاب هنا دعوات السلام بغض النظر عن لغاتهم الأصلية. نغني أغاني عربية معظم الأحيان. المرة الأولى التي غنيت فيها مع الكورال بكيت كثيراً، كانت مشاعر لا توصف. أحببت اللغة العربية من كل قلبي. Beautiful, so perfect. I really love this language. كثير من طلاب الفرقة جاءوا مع أهليهم من مناطق فيها حروب، قضاياهم مختلفة لكنها تبدو واحدة على المسرح. تتكدس الدعوات هنا لتفعيل لغة الحوار والابتعاد عن العنف. كثيرة هي كلمات السلام التي يرددها طلاب الكورال. أشخاص مختلفون من دول مختلفة لا يتحدثون لغة واحدة، ولكنهم هنا على لحن واحد في فرقة واحدة، يرسلون رسائل المحبة والسلام والأخوة. ربيع صوب، المشهد، اسطنبول. أكد الأمير هاري في مقابلة نشرتها صحيفة تيليغراف أنه أزال فقرات كثيرة من مذكراته خوفا من غضب والده ملك تشارلز وشقيقه. لأننا نأتي إلى نهاية نشرة اليوم من قناة ومنصة المشهد، أترككم في أمان الله، إلى اللقاء.